لقد ورد ان كليم الله موسى عليه السلام قال: يا ربي، هل اكرمت احدا بمثل ما اكرمتني به؟ لقد اسمعتني كلامك. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما: يا موسى، اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. يا ربي، هل اكرمت احدا بمثل ما اكرمتني به؟ اسمعتني كلامك. فقال الله عز وجل: ان لي عبادا يا موسى، ان لي عبادا اخرجهم في اخر الزمان، اكرمهم بشهر رمضان وانا اقرب اليهم منك، فاني كلمتك وبيني وبينك 70,000 حجاب، فاذا صامت امة محمد شهر رمضان وبيضت شفاههم واصفرت الوانهم، ارفع تلك الحجب وقت افطارهم. يا موسى، طوبى لمن عطش كبده وجاع بطنه في رمضان، فاني لا اجازيهم دون لقائي، وخلوف افواههم عندي اطيب من ريح المسك، ومن صام يوما من رمضان استوجب عندي ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال موسى: يا ربي، اكرمني بشهر رمضان مثل ما اكرمت امة محمد صلوات الله عليه. قال الله عز وجل: هو لأمة محمد